حبايبي طلاب سنة رابعة ابتدائي، معاكم مستر فوزي رشاد، وإن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس الرياضيات المقررة علينا في الترم الأول. إن شاء الله هناخد الدرسين 3 و4، والدرسين 3 و4 بيتكلموا عن حاجة اسمها تغيير القيم ومقارنتها. الأول بس عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من زمايلك، يا ريت تنزل تحت الفيديو وتعمل لنا لايك، واكتب لي تحت في الكومنت إن أنت علشان إن شاء الله في آخر الترم هتكتب لي سؤال أنت حله في فيديو وهنشره لك إن شاء الله على القناة. ان شاء الله الدرس بتاع النهارده عشان تفهموا لازم تفرق بين حاجتين. الحاجتين اللي عندنا ايه هما؟ حاجه اسمها القيمه المكانيه وحاجه اسمها قيمه الرقم. القيمه المكانيه وقيمه الرقم انت بتاخدهم من سنه اولى ابتدائي. القيمه المكانيه عشان انت ما تتلخبطش بينها وبين قيمه الرقم. القيمه المكانيه من اسمها المكان. طب انا المكان ايه يا مستر؟ المكان يعني البيت اللي هو قاعد فيه، الخانه اللي هو قاعد فيه. طب انا اسم المكان، اسم الخانه ايه؟ لو حد قال لك انت ساكن في محافظه ايه، مكانك فين، فانا بقول له محافظه كذا، محافظه مثلا القاهره، محافظه بورسعيد، محافظه اسوان، باك محافظه الدقهليه. المحافظه بكتبها بالمكان بالحروف، فانا لما يقول له القيمه المكانيه بتكتب المكان بالحروف، البيت اللي هو قاعد فيه. الاول بس عشان نفهم الدرس ده لازم الاول نعرف ايه البيوت اللي عندنا. لو انت عايز تكتب عدد او بتعد عدد، اول حاجه مامتك مثلا لو هي عامله لك عصير فبتعمل ايه؟ بتفضل تحط العصير في اول كوبايه لغايه ما تتملى وتروح للكوبايه الثانيه. انا نفس الحكايه، الكوبايه الثانيه تتملى تروح، يبقى اول كوبايتين يتملوا تروح للثالثه، اول ثلاث كوبايات يتملوا تروح للرابعه. انا نفس الحكايه، لما اجي اعد عدد او اكتب عدد، انا عندي بيوت، اول بيت اسمه بيت الاحد، بيت الاحد يتملى بتروح لبيت العشرات، بيت الاحد والعشرات الاثنين يتملوا تروح لبيت المئات، الاحد والعشرات والمئات يتملوا فدي عيله مع بعض تروح لعيله ثانيه برضو فيها احد وعشرات ومئات، بس العيله الثانيه اسمها عيله الالوف. طب الست بيوت دول يتملوا تروح لعيله جديده برضو فيها احد وعشرات ومئات، بس بسميها عيله الايه، ايه اللي اكبر من الالوف؟ الملايين، يبقى عيله الملايين. بعد كده التسع ارقام دول، التسع بيوت دول يتملوا بروح لعيله جديده فيها برضو احد وعشرات ومئات، بس بسميها عيله المليار. يبقى انت عندك اربع عائلات، اول عيله دي بسميها عيله الوحدات فيها احد وعشرات ومئات، بعد كده العيله الثانيه اسمها عيله الالوف فيها احد وعشرات ومئات، بعد كده العيله الثالثه فيها احد وعشرات ومئات بس بسميها عيله الملايين، بعد كده العيله الرابعه عندي عيله المليار في احد وعشرات ومئات بس بقول عليها ايه؟ عيله المليار. فانت لما بتسمع كلمه مليون بتبقى عارف ان في عيلتين قبلها، لما اسمع كلمه مليار ابقى عارف ان في ثلاث عائلات قبلها، خلاص؟ اسمع كلمه الوف ابقى عارف ان انا في عندي عيله واحده بس قبلها. طب يا مستر الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها القيمه المكانيه وقيمه الرقم. القيمه المكانيه من اسمها لو حد سالك قال لك مكانك فين؟ فانا بقول له مكاني مثلا في محافظه كذا. محافظة مثلا القاهرة، محافظة بورسعيد، فأنا بقول له المحافظة، المحافظة دي بتكتبها بالأرقام ولا بالحروف؟ لا بالحروف. فأنا هنا لما يقول لي المحافظة المكان، فأنا بقول له المكان بالحروف. طب إيه المكان اللي عندي؟ المكان اللي عندي اللي هي البيوت بتاعتي. هقول له بيت الأحاد أو العشرات أو المئات، هكتب أحد عشرات مئات. وأقول له بقى الأحاد والعشرات والمئات دي في عيلة الوحدات ولا الأحاد والعشرات والمئات دي في عيلة الألوف ولا أحد وعشرات ومئات في عيلة الملايين ولا أحد وعشرات ومئات في عيلة المليار. يبقى ده البيت اللي عندي، يبقى البيت بيبقى حاجه من الثلاثه، احاد عشرات مئات، وتقول له اسم العيله بعدها. وانا عامه عيله الوحدات بكتب احاد وعشرات ومئات بس، لكن لو الاحاد والعشرات والمئات الوف بكتب احاد وعشرات ومئات الوف، او احاد وعشرات ومئات ملايين، او احاد وعشرات ومئات مليارات. وده اللي احنا هنعرفه في الدرس بتاع النهارده. القيمه يعني الثمن. لو انت رحت مثلا السوبر ماركت وقلت للراجل اللي في السوبر ماركت، قلت له يا عمو كيس الشيبسي ده بكام؟ فبيقول لك 8 كيس الشيبسي بس. الراجل ما بيلبخش نفسه باي حاجه تانية، يعني ما يقولكش الايس كريم بكذا، انت ما سالتش على الايس كريم، ما يقولكش مثلا الـ مثلا القلم ده المعجون ده بكذا، البيبسي ده بكذا، لا انا بساله على الشيبسي بيقول لي ثمن الشيبسي. انا نفس الحكايه، لو هو مثلا بيسالنا على الاربعه يبقى انا اقول له ثمن الاربعه دي والباقيين احط مكانها اصفار، حط قدامها اصفار كلهم، ماليش دعوه الا بالاربعه. شاور لي على الخمسه وقال لي قيمتها كام، يبقى انا اكتب الخمسه زي ما هي واحط قبلها اصفار بس. يبقى انت القيمه بتحط اصفار، لكن القيمه المكانيه بتكتب له احاد عشرات مئات وتقول له العيله بتاعتها دي عيله ايه. طب تعالى نشوف الاسئله اللي عندنا. عندنا مثلا في تدريب واحد ده بيقول لي هنا لاحظ واكمل كما بالمثال. العدد اللي قدامك ده، العدد ده عايز القيمه المكانيه للرقم خمسه. طب خمسه مستر دي مكانها ايه؟ مكانها يبقى احاد او عشرات او مئات، فانا اكتب فوق احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات، احاد عشر. انا عايز الخمسه بس تبقى احاد، يبقى اكتب له احاد بس. هي احاد في عيله الوحدات تكتب احاد بس. طب يا مستر الخمسه دي تمنها كام في الرقم ده؟ الخمسه اكتبها ومحطه مكان اللي قدامها اصفار، اللي وراها دول وحطيت مكانهم اصفار ما لهمش لازمه، فانت بتحط مكان اللي قدامها بس، فهي ما فيش قدامها حاجه يبقى تطلع بخمسه. طب يا مستر في العدد التاني ده لو جيت تشوف الخمسه مكانها فين، فانا اكتب فوق احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات، يبقى الخمسه طلعت فين؟ مئات. انهي مئات؟ مئات انهي عيله؟ عيله الالوف، يبقى اكتب مئات الالوف. برافو. طب انا قيمه الرقم خمسه بكتب الخمسه،
اكتب له الخمسة بس وحط مكانها اصفار قبلها كام صفر، ده 1 2 3 4 5، يبقى حط قبلها 5 اصفار مكان الارقام اللي قبلها، تبقى تطلع بكام. عايز تقرا العدد ده قسمه كده تلاتات، اول تلاتة قسمه تلاتات واقرا من الشمال، اللي اتبقى كام 500، يبقى 500 ايه ده عيلة لوفي، يبقى 500 الف. طب اللي بعد كده هنا مستر الخمسة هتكتب احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات احاد، يبقى هنا الخمسة طلعت احاد. انهي احاد بقى؟ انهي عيلة؟ العيلة الاولى اسمها الوحدات، العيلة التانية اسمها ايه؟ الالوف. برافو. العيلة التالتة اسمها الالوف، يبقى احاد الالوف. وممكن حد يكتب الالوف بس. طب مستر الخمسة هتكتب الخمسة قيمتها وتحط مكانها كل اللي قدام اصفار، ده 1 2 3 4 5 6، يبقى حط قبلها 6 اصفار. طب لو عايز تقراها قسمها تلاتات واقرا من الشمال، اتبقت 5 لوحدة يبقى 5. طب 5 ايه؟ دي عيلة ايه؟ المليون، يبقى 5 مليون. برافو. طب يا مستر اهو هنا القيمة المكانية، يبقى المكانة مستر احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات، احاد عشرات مئات، احاد، يبقى اكتب احاد. انهي احاد بقى؟ اول عيلة دي ملهاش اسم، الوحدات، اللي بعد كده عيلة الالوف، بعد كده عيلة المليون، يبقى ده المليار، يبقى احاد المليار. او اكتب المليار على طول عادي، لان هي اول حاجة في عيلة المليار. طب مستر الخمسة هتكتب الخمسة زي ما هي وتحط مكان اللي قبلها كلهم اصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، احط 9 اصفار. طب مستر الخمسة دي تطلع بكام؟ تطلع بخمسة مليار. برافو. طب تعالى نشوف سؤال تاني. سؤال تاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي هو هنا عايز يعرفني ان الرقم كل ما بيقعد في بيت الرقم بتغير قيمته على حسب البيت اللي هو بيقعد فيه. ازاي؟ يعني انا مثلا انا وانا قاعد في سنه اولى ابتدائي فكان عندي 6 سنين، لما رحت سنه تانيه ابتدائي بقى عندي 7 سنين، كبرت. طب لما رحت تالته ابتدائي بقيت 8 سنين، طب لما رحت رابعه ابتدائي بقيت 9 سنين او 10 سنين. كل ما بتروح سنه بتكبر، كل ما العدد، كل ما تمنك بيكبر، كل ما سنك بيكبر. انا نفس الحكايه. خلي بالك بيت الاحاد ده كل اللي فيه كانك بتضرب في واحد، لان كل اللي فيه بواحد. بيت العشرات اي حاجه قاعده في بيت العشرات ب10، يعني كانك بتضرب في 10، لان هو من اسمه كده بيت العشرات. لما اقول لك ده بيت المانجا او دي مثلا شنطه المانجا، يبقى كل اللي فيها مانجا. نفس الحكايه لما اقول لك مثلا الشنطه ديت فيها تفاح، يبقى كل اللي فيها تفاح. انا بقول لك بيت المئات، بيت المئات يبقى كل اللي فيها مئات، كل ورقه فيها ب100، كل رقم فيها ب100. طب انا بيت الالوف، يبقى اي رقم فيها تضربه في 1000. يقول لك ده قاعد في بيت العشرات الالوف، يبقى اي حاجه قاعده فيها تضرب في 10000. يقول لك مثلا الرقم ده قاعد في بيت مئات الالوف، يبقى تضرب في 100000. طب يقول لك قاعد في بيت المليون، يبقى تضرب في مليون. قاعد في بيت عشرات المليون، يبقى تضرب في 10 مليون. قاعد في مئات المليون، يبقى تضربه في 100 مليون. طب يا مستر انا بضرب ازاي؟ عادي زي ما احنا كنا بناخد قبل كده، بتطلع الاصفار بره وتضرب في 1، سيب العدد زي ما هو لان هضربه في 1، فانت بتطلع الاصفار بتاعتك عشان ما تلبخكش واضرب في 1، يعني سيبه زي ما هو. طب انا مستر تعالى كده نشوف، بقول لك قيمه الرقم مثلا، تعالى نشوف تدريب 2، قيمه الرقم 7 في خانه الاحاد، قيمه الرقم 7 في خانه الاحاد، ال7 في خانه الاحاد. طب يا مستر ال7 في خانه الاحاد؟ اه يعني انا عايز ال7، يبقى ال7 هي في خانه الاحاد، كل خانه الاحاد كل واحده فيها بكام؟ ب1. 7 في 1 بكام؟ ب7. برافو. طب قيمة الرقم 7 في خانة العشرات، لو اتحركت راحت خانة العشرات، مين اللي قاعد في خانة العشرات؟ ال7. خانة العشرات يبقى كل واحدة فيها ب10. طب 7 في 10 طلع الصفر بره واضرب عادي، 7 في 1 ب7 يبقى طلعت ب70، يبقى ثمنها ب70، لو جيت تشوف ثمنها هتلاقيها ب70. طب قيمة الرقم 7 لو قاعدة في بيت عشرات الألوف، ال7 في بيت عشرات الألوف يبقى ال7. عشرات الألوف يبقى البيت اسمه بيت عشرات الألوف، يبقى اضرب في 10000، 10 و1000، 10 يبقى 10 و1000 تحط 3 صفار، يبقى 4 صفار. مستر هطلع الاصفار بره زي ما انت قلت لي، 4 اصفار طلعهم بره و7 في 1 ب7. طب قيمه الرقم في خانه المليون، مستر انا عايز السبعه هي اللي قاعده في خانه المليون، يبقى هضرب في مليون. طب المليون ده اللي هو ايه؟ اللي هو 6 اصفار، 1 و6 اصفار. طلع الاصفار بتاعك بره، طلع ال6 اصفار بره و7 في 1 ب7. برافو. طب قيمه الرقم في خانه مئات المليون، مئات المليون يبقى ايه؟ السبعه هضربها في 100 مليون اهو، 100 والمليون 6 اصفار، يبقى كام؟ 8 اصفار، طلع الاصفار كلها بره، ال 8 اصفار بره، و7 في 1 ب7، يبقى طلعت 700 مليون. طيب، تعالى تدريب 3، بقول له اكتب قيمة مما يلي، 60 من الالوف، 60 قاعدة في بيت الالوف، يبقى أنا عايز من ال 60، طب في بيت الالوف يبقى أضرب في 1000، أهو. طلع الاصفار بره، عندك كام صفر في الجنب ده كله؟ ده صفر و3 اصفار يبقى 4 اصفار. و6 في 1 ب6، برافو. طب 30 في بيت العشرات، يبقى أضرب 30 في 10، برافو. اكتبها لي تحت في الكومنت وقول لي بكام. طب بعد كده 7 في بيت المئات، يبقى اضرب 7 في 100 تبقى بكام؟ طلع الاصفار بره و7 في 1 ب7. طب 12 في عشرات الالوف، يبقى 12 واضرب في 10000. طلع الاصفار بره، ده كام صفر يا مستر؟ 4 اصفار
و12 في 1 ب 12. طب اللي بعد كده تعال نشوف تدريب 4. بص السؤال ده انا بحبه، سؤال جميل. تخيل السؤال ده عامل شبه ده، مثلا لما تروح مثلا تفك مثلا يقول لك المية كام عشرة، المية كام عشرة، فانت بتقول له المية بتساوي نقط عشرات. اي يساوي في حاجة على يمينها وحاجة على شمالها تعمل زي المراية، تحاول تخليهم شبه بعض. طب انا المية مستر ادى المية والعشرة لا صفر، شيل صفر مع صفر يتبقى لك كام؟ يتبقى لها عشرة، يبقى الجنب التاني اقوم كاتب عشرة، يبقى المية كام عشرة؟ عشر عشرات. طب يا مستر هنا بقول لك 47000 في كام عشرة؟ 47000 بتساوي كام؟ بتساوي كام عشرة؟ اللي هو السؤال بقى. طب انا 47000 هكتب 47000 ازاي؟ هكتب 47 وعشان تبقى قاعده في بيت الالوف حط لها 3 اصفار. برافو. طب ال 47000 بتساوي كام 10؟ تعال نشوف اللي يساوي، خلي الجنبين زي بعض. مستر ال 10 لها صفر، فانا اشيل صفر مع صفر يتبقى لي كام؟ 4700. يبقى ال 47000 اعد كام 10؟ 4700. طب يا مستر ال 26 مليون بتساوي كام؟ اللي يساوي ده عامله شبه المرايه انت قلت لي. طب في حاجه على يمينها وعلى شمالها؟ لا، ده الجنب الشمال ده فاضي، يبقى اكتب ال 26 مليون كلها، ما تشيلش منها حاجه. ادي ال 26. طب عشان تقعد في خانه المليون يبقى قبلها كام عيله؟ المليون قبله كام عيله؟ قبله عيله الوحدات وقبله عيله الالوف، يبقى انا احط قبله 2 قمة واحط اللي قبلهم اصفار، يبقى احط 6 اصفار. برافو، يبقى ده 26 مليون. طب كام الف؟ مستر اللي يساوي ده اعملها شبه القمة، شبه المرايه، وشوفوا ايه اللي على يمينه وايه اللي على شماله. هنا في 3 اصفار، كنسل ال 3 اصفار مع ال 3 اصفار، يتبقى لك كام؟ 26000. وانا اصلا عارف ان المليون 1000 1000، فانا ال 26 مليون يبقوا كام 1000؟ يبقى 26000. طب تعال نشوف سؤال تاني، بقول ال 13 مليون بتساوي كام؟ مستر اللي يساوي انت قلت له شبه المرايه. طب انا مستر المليون قبله كام عيله؟ هكتب العدد كله من غير ما احذف حاجه، لان مفيش حاجه اصلا هنا. الجنب التاني ده فاضي، يبقى اكتب ال 13 مليون كلها من غير ما اشيل منها حاجه. عيله المليون قبلها 2 كومه، يبقى انا احط املاهم اصفار، يبقى احط 6 اصفار. طب يا مستر اللي يساوي اللي عليها الدور، اللي يساوي خلي الجنبين قد بعض. طب الجنب التاني فيه كلمه 100000، طب انا 100000 ال 100000 ده اكتبها ازاي؟ اكتب 100 واكتب 1000، يبقى كام صفر؟ 5. يبقى اشيل 5 من هنا و5 من هنا. لما اشيل 5 اصفار يتبقى لك كام؟ 130. يبقى لو كتبت 130 وحطيت لها 5 اصفار يبقى هو نفس العدد. هسيب لك سؤال هاء تحله واكتبه لي في الكومنت. طب سؤال 5، بقول لي ايه في سؤال 5؟ بقول لي قارن باستخدام العلامه المناسبه اكبر او يساوي او اصغر، له علامه السمكه. طب هنا بقول لي ايه؟ بقول لي قيمه الرقم 7 في خانه الالوف، ال 7 في خانه الالوف، ال 7 في بيت الالوف، 7 في بيت الالوف يعني كل واحده في 1000، انا اضرب 7 في 1000 تبقى ب 7000. برافو. طب قيمه ال 7 في خانه عشرات الالوف، قاعده في خانه عشرات الالوف يبقى كل واحده ب 10000، ال 10000 لما اكررها 7 مرات تبقى كام؟ 70000. يبقى ال 7 في خانه الالوف ولا في عشرات الالوف؟ لا، في عشرات الالوف اكتر، يبقى هي اكيد من بالعقل اكتر. طب هنا 4 وهنا 4، الاربعه اللي في قاعده في مئات الملايين ولا اللي قاعده في بيت احد الملايين؟ مين الاكبر، بيت مئات الملايين ولا لا؟ لو راحت لبيت مئات الملايين يبقى هي اكبر بالعقل. طب التسعه في عشرات الالوف ولا التسعه في عشرات الملايين؟ خلي بالك التسعه في عشرات الالوف، التسعه في العشرات بكام؟ ب 90، وفي الالوف يبقى 90000. لكن عشرات المليون، التسعه في العشرات ب 90 وفي الملايين مليون، يبقى 90 مليون. 90000 ولا 90 مليون؟ لا 90 مليون. فانت الرقم ما دام هو واي يبقى اللي في البيت الكبير، اللي في الخانه الكبيره يبقى هو الكبير. طب تدريب زي تدريب 8، بقول لي ايه في تدريب 8؟ بقول لي اجب عما يلي: 203 عشرات في 10، 203 عشرات، 200 ادي 200 و3 عشرات يبقوا كام؟ 30. 230 لما اضربها في 10. مستر انا بطلع الاصفار بره، عندي كام صفر في المساله دي كلها؟ ده صفر في ال 230 صفرين، و23 في 1 يبقى كام؟ 23. يبقى هنا طلعت كام؟ 2300. طب 7 الوف و8 مئات، 7 الوف يبقى 7 في الالوف و8 مئات يبقى 800. لما اضربهم في 100 يبقى هنا 7800 هكتبها الاول في 100. طب عايز العدد ده كله عدد واحد بس، يبقى اطلع الاصفار بره كام صفر؟ ده 4 اصفار، و78 في 1 ب 78. بكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى. ولو انت عايز يوصلك الجديد وما يفوتكش حاجه انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك، ولو ما عملتلناش اشتراك شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.